لازم في الانستغرام لازم تعرف شنو تختار، لازمك تلوج معناها الحاجه الصحيحه. خالد خاطر اللي حكيت الكل هذوك هما العبيد باش يلوجوا انهم يوريو حاجه مزيانه وكل وصافي بليزير سي بيان، معناها انك زاده تشوف اما لازم ديما يبدا في مخك اللي سي با فورسيمون فري. اوكا انستغرام من الاول كنت معناها جيتي فان معناها على الاخر من بعد شنو اكتشفت؟ هو كله غلط يعني من الاول بالكل، هو كله غلط. انا الانستغرام تاعي كان وريهولك تو فيه دي بلاك دي بلون دي ازياتيك، فيه كل شيء معناها لازم في الانستغرام لازم تعرف شنو تختار، لازمك تلوج معناها الحاجه الصحيحه. غلط خاطر اللي حكيت الكل هذوك هما العبيد باش يلوجوا انهم يوريو حاجه مزيانه وكل وصافي بليزير سي بيان، معناها انك زاده تشوف اما لازم ديما يبدا في مخك اللي سي با فورسيمون فري. اوكا كي معناها سوجي معناها ديجا كلاسي في مخي، فهمت؟ برشا توانسه كي تحكي معاهم يقول لك ندخل الانستغرام نشوف العبيد عايشه، نشوف العبيد تحوس، نشوف العبيد تبحر، وانا نقول لك يقول لك في الهم والغم حاسينه ما خرجتش منه. انا عندي صحابي سي ان بو هكا دي انستغرامرز، مي الانستغرام خلق سيغريغاسيون معناتها سوسيال. اي ما غلط راهو هيك الكل معناها غلط، معناها قلت لك انا صحابي دي انستغرام ما خرجتش خي الا سيفد معناها ديستوري يقدم تعاود تهبطهم معناها اون فوا انت تعرف الحاجات هذيا تولي كي تغزر ما عادش معناها تحس بك الوجع هذيك نتاع انا هاني قاعده في بيجاما في الدار وعندي قرايه ومعناها ما نجمش نخرج ولا ما عنديش فلوس وسختو كان يبداو يعملوا في سكين كير تقول انت اللطف معناها وجهه معناها صافي معناها حاجه ما لومينوزيتي معناها برشا هكا دي بتي تخك اون فوا لازمك تلوج وتعرفهم وتحط في مخك اللي هو راهو مش صحيح وراهم يبيعوا في حاجه وهذيك خدمه معناها ان هما يبيعوا في لايف ستايل معناها وكهو. انت لو معناتها تتاح لك فرصه انه تولي معناتها تخدم على انستغرام شنو المحتوى اللي تخدم عليه؟ بقى انا نكتب دي بويم وبيانتو ان شاء الله نهبط الكتاب نتاعي دونك كي عملت ان كونت انستغرام سا سخا هكا اوتور دو بروموسيون نتاع الكتاب معناها خاصه بيك معناها اي خاصه بيا هكاكا ما كانش هكا كوتس ما نعرفش حاجة تضحك دي بتي ديسان حاجة بو رومونتي لو مورال معناها نتاع العباد الكل حاجة معناها العباد نجمو نجمو كي يشوفوها يقولوا اي حتينا فهمت عبد عادي معناها من غير برشا كذب خاطر فما ديجا اسي معناها. شنو تحب تقول للعباد اللي قاعدة معناتها تستعمل في الانستغرام بطريقة غلطة؟ ما تقعد تخالط في العبيد. انا مش باش نحكي مع العبيد اللي هي قاعده تغلط في العبيد خاطر هذيك عندهم الحق وهم احرار معناها سي با لا فون دو مونت. باغ كونتخ العبيد اللي تتفرج اللي تكونسومي معناها في الانستغرام هذوكم هما اللي لازمهم يفهموا اللي العبيد هذوكم جوست تعملوا في خدمه معناها ماهي الا خدمه كيما عبد محامي شنو واحد وكل هذيك خدمه معناها سي تو.